السلام عليكم إخواني المغاربة، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وكل شيء يكون بصحة جيدة. قبل ما ندخل في الموضوع ديال الحلقة ديال اليوم غادي نتطرق لواحد النقطة بعجالة. شفت واحد الفيديو ديال وزير الثقافة مهدي بن سعيد في واحد الملعب كيوعد شي فريق ديال كرة القدم كيمارس في الهوات، كيقول لهم ماشي غادي نصعد بكم غير القسم الأول، لا غادي نفوزوا بالدوري المغربي. بغيت غنسول سيهم الوزير واش هاد الوعد نزيدهم حتى هما على الوعود اللي عطيتي قبل الانتخابات اللي ما تحقق منها والو، ولا انت عارف راسك شنو كتقول؟ ما قلتش لهم غنوصلوا للبروميير ديفيزيون ان شاء الله، غادي ندير ليغ دي شامبيون ان شاء الله. وعد واحد الحاجه اللي ما تفهمتش ليا، كيفاش وزير عنده الوقت باش يسير فريق ديال كره القدم وما عندوش الوقت باش يستقبل فنان مسرحي مغربي اللي حس بالحقره ومشى حرق راسه؟ هادي شحال كان في المغرب مسؤولين ديال الرياضه معروفين شكون هما وبعادا على السياسه كل البعد، اما دابا السياسيين حتى كره القدم ديك اللعبه الجميله اللي كانوا كيعشقوها الفقراء وكينسيو بها الهموم ديالهم، ها هما حطوا عليها يديهم ولطخوها باش يوصلوا لاهدافهم الشخصيه. دابا المشكله ماشي غير السياسيين بوحديتهم اللي تلاحوا لكره القدم، حتى تجار المخدرات حتى هما ولينا كنشوفوهم رجعوا باغيين يتلاحوا للتسيير الكروي ولا كيعاونوا شي فرقه في الخفاء. ولينا كنشوفوا الخواط ديال بصح في كره القدم، كنشوفوا مجازر تحكيميه والتلاعب في الماتشات، البيع والشراء خدام من الهوات حتى القسم الاول، كنشوفوا عاوتاني جماهير اللي محرومه باش تتابع الفريق ديالها برا البلاد. مهم فضائح بالجمله. ودابا اللي رجع ساهل هي الجمهور، دابا ولا كيعرف شكون اللي غيدي البطوله وشكون اللي غيطيح القسم الهوات، ولاو عارفين كل شيء قبل ما يبدا العام، قبل ما تبدا البطوله ولينا كنعرفوا شكون اللي غيديو البطوله هذا العام. داكشي ولا بالنوبه، ماشي اللي في رجليه هو اللي كيربح دابا، لا كره القدم ولاو فيها حوايج وحدين اخرين ما مفهومينش. كره القدم ما بقاش ديك اللعبه الجميله اللي كتلعب بالرجل وب 11 لاعب داخل رقعه الملعب، كره القدم ولات تتلعب خارج رقعه الميدان، ما كاين غير الكولاسه، الفريق اللي بغى يطلعوه راه كيطلعوه والفريق اللي بغى يطيحوه راه كيطيحوه، والاشكال اللي كيخلي بزاف ديال الناس ما كيهضروش على الفضائح ديال التسيير ديال كره القدم في المغرب. كيف كنقول لكم ديما الجمهور في المغرب عندنا واعر شويه، واخا يكون عارف المسير ديالو فاسد مغمس في الفساد كيدافع عليه بشراسه، حيت الجمهور الهم ديالو الوحيد هي خاصهم غير اللي يجيب لهم الالقاب وصافي، جيب ليهم النتائج، سرق خطف دير اللي بغيتي في البلاد، ما كاينش اللي غادي يهضر معاك. واش هما غير جاوا قالوا لنا كرة القدم بمثابة دين جديد؟ كرة القدم راه هي افيون الشعوب، خاص بزاف ديال الناس اللي في هاد البلاد باقا مقلوبة عليهم القفة يوعاو شوية ويعرفوا باللي هادوك المفسدين اللي نتوما كتدافعوا عليهم راه غير كيستغلوا عشقكم لكرة القدم باش يوصلوا لمصالحهم الشخصية والاهدافهم السياسية. دابا نخليو موضوع ديال كرة القدم جانبا وندوزوا لموضوع واحد اخر. ما عرفتش علاش الاخوان كاين شي مسؤولين عندنا في المغرب ما كرهوش اللي قالوها نقولوا عليها حنا ايه، ما كرهوش يسمعوا منا غير ايه، كاين شي مسؤولين كيحسونا فحال المغرب جنه وحنا غارقين في الحريه، ما كاين لا اعتقالات تعسفيه، ما كاين ناس كتعاني في صمت، ما كاين ناس معذبه، ما كاين حرمان، ما كاين والو في هاد البلاد. كيف قلت لكم هاد الناس ما كرهوش اللي قالوها هما نقولوا عليها حنا غير ايه، عمرنا نقولوا شي حاجه ما عجبتناش ولا هادي ما خصناش ولا هادي ما بغيناهاش. راه داوي معكم ديال بصح، كاين شي ناس في هاد البلاد غير تقول لا ولا تهضر على شي موضوع اللي كيقيس مصلحتهم مباشره كيتحولوا الى اعداء وغادي يبقاو يحقدوا عليك مجانا، حقد مجاني. هاد الناس سمعتيهم شي نهار كيقولوا عندنا قطاع الصحه في البلاد قوي، واخا هو ما كاينه والو خصك تقول ايه كاينه، كاينه قطاع ديال الصحه قوي وعندنا سبيطارات موجودين وحتى شي حاجه ما ناقصه. قالوا لك في هذه البلاد كاينه تعليم في المستوى، خصك تقول ايه كاينه تعليم في المستوى، كاينه مدارس في المستوى، كاينه فرص شغل، ما كاينش الضغل، كل شيء عنده سكن لائق، كل شيء موجود في هذه البلاد. اللي خصنا غير شي تعديل في مدونه الاسره. على ذكر مدونه الاسره، انا ما فهمتش كيفاش كل ما يضرب الزنزال في المغرب كتجبد موراه موضوع ديال مدونه الاسره. من اللي ضرب زنزال الحسيمه مباشره خرجت مدونه الاسره للوجود، دابا من اللي ضرب زنزال الحوز خارجين عاوتاني باغيين يديروا تعديلات في مدونه الاسره. واش المدونه كتبان لكم تجبدوا حديثها غير ورا الزنزال؟ اللي فاهم شي حاجه الاخواني فهمنا، واش هادو جابدي لنا موضوع ديال المدونه في هاد الوقيته غير باش ما نبقاوش واقيلا مركزين مع ضحايا زلزال الحوز؟ واش غيستافدوا ولا ما غاديش يستافدوا من داكشي اللي وعدوهم به؟ مهم انا غا كنهضر، انا غير كنقول وانتوما التقطوا الاشارات
وفهمه. وهاد واهبي اللي خال الامانه في امتحانات ديال المحاماه وحرم الكفاءات من ولاد الشعب، كيفاش غادي نامنوه على مصير الاسره المغربيه؟ عيقوا شويه، راه ماشي كلشي كيتقال. كاين شي ناس كيقول لك واش انت طالب كتفهم في كلشي، كنشوفوك كتهضر في كلشي، كتهضر في الرياضه، كتهضر في السياسه، كتفهم في الاقتصاد. شكون اللي قال لكم الاخوان انا كنفهم في شي حاجه ولا كنفهم في كلشي؟ انا فقط عندي وجهه نظر بسيطه على امور اللي كتوقع في البلاد، كنبغي نشاركها معاكم بطريقتي. تقدر بعض المرات تحليلي لشي مواضيع يكون صحيح 100%، ويقدر بزاف ديال المرات ما نتوفقش ونكون غلط. اهم حاجه عندي هي رايي، كان غلط ولا صحيح، مهم كنقدر نقول رايي في هاد البلاد. واخا القمع كنهضر، ماشي غير دابا، من هادي شحال وانا كنهضر. العيب على هادوك اللي ما كيقدروش يخرجوا كلمه وحده من فمهم. غير هي عزيزي المشاهد اللي نوصيك عليه، سمع من عندي وسمع من عند الاخر وبحث عاد حكم على الاشياء. اما باش اللي قال لك شي حاجه تمشي مدفق معاه، راه فحال كتسلم تفكيرك فابور لشي ناس اللي كيكونوا هما اصلا كيكذبوا عليك. الا كنتي مقتنع بصحاب العام زين والبلاد غدا مزيان والو ما خاص والمشكله في الشعب، انت حر في الاعتقاد ديالك. كان كيبان لك باللي باقي خاص بزاف ديال الاصلاحات، كاينه بزاف ديال الكذوب، كاينه بزاف ديال الضحك على الدقون، كاينه بزاف ديال المشاكل خاصهم يتحلوا. عرف راسك ماشي كتبالغ، انت كتفكر بموضوعيه، واللي شايفك كتبالغ هو اللي كيبالغ، هو اللي فيه المشكل. حنا عارفين كل واحد في هاد البلاد كيقول رأيه على حساب ظروفه ووفق مصلحته، وحنا مصلحتنا هي الشعب كامل يعيش مرتاح هاني مهني، حتى شي واحد ما تكون خاصه ولا ناقصه شي حاجه. بغينا على كل شيء التفاجة وينقصوا شويه الكذوب من التلفازة. المسؤول اللي جا ما تيدير معنا حتى شي حاجه، دايريننا بحال شي حيوانات. ومازال الحيوانات راه عندنا كاينه حقوق الحيوان، حنا راه ما كاينش اللي يهضر علينا. يعني السكنه راه من حقنا وراه ديالنا عباد الله ديالنا. عزيز اخ النوش، كنعقد الدوره ديال المجلس البلدي ديال مدينه اكادير، وكيف ما معروف على اخ النوش كيمشي لمدينه اكادير دابا غير في الوقيته ديال الدوره. ايه اخ النوش كيسير مدينه اكادير عن بعد. ملي كيجي اخ النوش لمدينه اكادير كيجي معاه واحد الانزال امني، ما كيكونش في اكادير هذا الانزال الامني في الايام العاديه. كيف ما كيعرف كل شيء، هذا الانزال الامني كيكلف خزينه الدوله الشيء الكثير. كل شيء غيسول علاش اخ النوش ملي كيجي لمدينه اكادير كيكثر فيها الامن بزاف. كيجي الامن باش يقمع مواطنين، ايه مواطنين، وسط هاد المواطنين كاينه نساء كبار في السن كيطالبوا بحقهم في السكن. رغم القمع، رغم الانزال الامني، هاد الناس تحدوا الصعاب وداروا مظاهره باش يوصل صوتهم باللي هما كيعانيوا في صمت من المشكله ديال السكن. ناس ريبوا لهم المنازل ديالهم وقالوا لهم باللي غنعوضوكم وغادي تستافدوا، وباقي لحد الان ما استافدوا ما عوضوهم. ناس لقاو تواجد اخ النوش في مدينه اكادير في ديك الوقيته بدات مناسبه باش يوصلوا ليه صوتهم. فاعتقادهم واقيلا اخ النوش راه نساهم، ما في خبارهمش باللي اخ النوش راه نسى البلاد كامله. في الحقيقه اخ النوش ماشي نسانا، اخ النوش تناسى مشاكل الشعب المغربي كامل والوعود اللي عطى للمغاربه، وتقول 0.0001 تحقق منها. خير دليل على كلامي هاد الفيديوهات اللي كنشوفو كل نهار في مواقع التواصل الاجتماعي. خلوش راه كنطلبوا حقنا، صوتنا على صوتنا على وكرفستينا، راه عار عليك وحشومه، راه بنادم راه تايم، راه كرفستينا خنوش، كرفستينا كنا عليك الله، راه دعينا ما ودي الله، راه دعينا من الله، راه تكرفسنا وتعذبنا، دعينا من الله ياخذ فيهم الحق. ياك هذه هي البلاد اللي غادي تنظم كاس العالم، ها هي فيها ناس باقيين مقاتلين غير مع السكن. حنا في 2023 والمغربي باقي ما ساكنش. والغريب في الامر معظم الناس اللي خارجين في مظاهرات نساء، ايه عيالات. ياك هادو هما النساء اللي على قبلهم مخرجين قانون مدونه الاسره، هاد النساء باش فايدهم دابا مدونه الاسره؟ وهما حتى السكن اللي من حقهم ووعدتهم به ما تسلمش ليهم. بلاد فيها بزاف ديال التناقضات، فيها وزير ديال العدل قال لك انا مستعد نتحدى العالم من اجل المراه. علاش هما خايفين؟ خليونا نهضروا على حقنا، كنهضروا على الدار ديالنا اللي مريبين لينا. يجيو يجروا علينا الثمن العصا كليناها، يدونا بغا يعتقلونا، حنا معتقلين خلوق. سيهم وهبي، ها المراه في 2023 وباقا كتعاني، باقا كتعنف حيت خارجه كطالب بحقها، حقها في السكن. حشومه نشوفوا عيالات في هاد السن مكرفسين في مظاهرات بهالطريقه. انا كيبان ليا عمر الناس في المغرب ما عانوا بهذا الشكل اللي عانوا به مع حكومه اخ النوش. ملي كنشوفوا عيالات كبار في السن كيقولوا حلوا لينا الحدود، هذا الشيء راه عمرنا سبقنا شفناه. يفتحوا لينا الحدود يخلونا نهاجروا. هذه شحال الشباب هما اللي كانوا كيقولوا بغينا نهاجروا من هذه البلاد، دابا كل شيء رجع كيطالب باش يتفتحوا الحدود، باغي يهاجر. الناس كبار باغين يهاجروا هما الاولين من هذه البلاد،
الكبار قبل الصغار. دراري صغار في الابتدائي الا سولتيهم دابا غيقول لك بغينا يحلوا لينا الحدود، بغينا من هاد البلاد الكحله نهاجروا، والسبب راجع لسياسه كاسيهم عزيز اخنوش، السياسه اللي كتفقر الفقير وكتزيد تغني الغاني. اش غنقول لك اسيهم عزيز اخنوش، الا كان غا الشعب المغربي معاك راه كيعيش الويلات، كيعيش ماساه حقيقيه، ولينا عايشين الرعب معاك. استقرار في نفوسنا ما بقيناش حاسين به، فلوس اللي في جيوبنا كنقولوا مع راسنا راه ماشي ملكنا، الملك ديالك انت. ودابا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو، ها هو مشى عمي، كان معاكم داك خونا اللي كتعرفوه بلا ما يحتاج يسمي.